الأجواء جميلة هنا في ملعب البيت والكل على استعداد لانطلاقة هذه المباراة الكبرى. وحديثكم فارس عوض من كابينة التعليق، ونحن على موعد مع بداية الطريق والمشوار في دور المجموعات من بطولة كأس العالم. المنتخب الفرنسي في مواجهة كندا، نحن في انتظار مباراة كبيرة في هذه الجولة من دور المجموعات لكأس العالم. دائما ما نشير إلى أهمية البدايات، والبدايات المونديالية لها فريق آخر. بول بوغبا، وصلت لبول بوغبا، كومان، أنطوان غريزمان، كيليان مبابي. مبابي بيرسلها، الكرة تخرج لضربة ركنية. ركنية تنفذ بشكل قصير بمبدأ الأمان، خلص المدافع، بتروح إلى كيمبيمبي. غريزمان، كومان، تسديدة بتروح بعيدة عن المرمى، سدد بقوة لكن ما فكر في ركن الكرة بشكل سليم. تدخل جميل من اللاعب، شجاعة كبيرة في التسديد، شوف اللقطة، شوف اتخاذ القرار، لكن اللعبة عدت في اللقطة الماضية كانت غريبة من المرمى. ألفونسو ديفيز، حاول لمفاجأة الحارس من مسافة بعيدة لكن وصلت سهلة، ما شكلت أي خطورة على المرمى. بول بوغبا، أنطوان غريزمان، مهم جدا قطع الكرة في هذا المكان. شوف التدخل، لكن الكرة بتطول بعد ذلك وبتتحول إلى رمي التماس. ركلة حرة يحتسبها الحكم. الحارس يخرج من مرماه ليمسك الكرة. بيخلص الخطورة عن مناطق قريبة جدا. عنده فرصة للتسجيل. حارس المرمى مسيطر على هذه الكرة بدون مشاكل. في مباراة شهدت الكثير من التوقفات، حكم بقرار احتساب 5 دقائق كاملة كوقت بدل ضايع. تأتي الصافرة لتعلن عن نهاية الشوط الأول. Coming up last time, don't forget we'll be having the lucky raffle, and also don't forget the lucky. عودة مع ضربة بداية الشوط الثاني لمباراة الجولة الأولى ضمن دور المجموعات في كأس العالم. كومان، بول بوغبا، ثيو هيرنانديز، كرة خطيرة، فرصة هدف لمبابي. الله على قطع الكرة، دفاع ممتاز في هذه اللقطة. تغطية سليمة بيبعد الخطورة. فرصة هدف لمبابي، حارس في مكان جيد وينجح في إيقاف هذه الكرة. ضربة ركنية وفرصة الحصول على التقدم. خرجت الكرة وضربة مرمى. مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. أنطوان غريزمان، كرة خطيرة لبنزيما، ما مرت ما عدت. حالة تسلل في هذه الكرة، مع بعض التركيز كان ممكن تفادي هذا الموقف، كان ممكن انتظار العودة من التسلل قبل التمريرة. كيمبيمبي، جوناثان فيش، بليز كم تو ريسبشن كومان تو كليم يور لوست ايتم. هجوم منظم من جانب المنتخب، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. اوه، الهدف تأخر كثيرا لكنه قد يكون حاسما. مباراة استمرت كثيرا بالتعادل السلبي، لكن الإثارة، كل الإثارة تأتي بهدف قد يكون مفتاح الفوز في هذا اللقاء.
هدف التقدم الآن قبل سطرة النهاية بقليل، هدف قد يحدد هوية الفائز في هذه المباراة. عشر دقائق ويطلق الحكم صفرة نهاية المباراة. الحارس يخرج بنجاح ويمسك بالكرة. تمركز ممتاز مساعدة في خطأ الكرة. كومان حكم اللقاء يقر ثلاث دقائق الآن. كومان كرة هدف في هذا التوقيت. الله على هدف في منتهى الجمال. يا لعيب يا فنان، هدف يحرك الملعب بأكمله. نلقي نظرة جديدة على هذا الهدف، تسديدة قوية جدا كان من الصعب إيقافها. المنتخب الفرنسي يجري التغيير في هذه اللحظات. فترة نهاية المباراة تنطلق وتعلن عن فوز منتخب فرنسا بمباراتها الافتتاحية في بطولة كأس العالم. هذه هي البداية القوية التي يحتاجها الفريق من أجل تعزيز الثقة ورفع المعنويات وطمأنة الجماهير على أن كل شيء يسير بخير هنا في البطولة.